انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في الفيديو ابن شاب يعتدي على والدته المسنة ويقوم بضربها على جسدها باستخدام كماشة الفحم، وقام بضربها عدة ضربات مؤلمة. وتبدو الأم في الفيديو كبيرة في السن، وظهرت الأم في الفيديو تجلس على الأرض بشكل مباشر دون مقعد أو فرش مريح مراعاة لسنها. وسمع في الفيديو سيدة تطالبه بالكف عن ضرب والدته وإساءة معاملتها قائلة: ما تضربهاش يا محمد كفاية. وفيما أشار بعض المعلقين أن بطل الفيديو شاب يدعى محمد ومقيم بقرية الخطارة عزبة العبل التابعة لمركز فقوس، وطالبوا أمن الشرقية بسرعة ضبطه ومعاقبته على ما اقترفه في حق والدته.